مرحبا بكم مرة أخرى. إذا باش نواصلوا من عالم الصناعات التقليدية إلى عالم الرواية، واليوم حاضر معنا الروائي يوسف الشاهد. صباح النور سي يوسف، أهلا وسهلا ومرحبا بك سي يوسف. كنت حاضر معنا السنة الفاتة في إصدارك الأول في فوي دونفونس ولا ميموار بارلونت، كنت حاضر مع زميلتي يوسف وحكينا الرواية الأولى اللي كانت. هي كانت الرواية الأولى فعلا. نبدأ بالتحية لكل المواطنين التونسيين في الخارج وفي الداخل، معناها كل نوجه لهم تحية حارة. فعلا اللقاء اللي الفارط هو كان مع الكتاب الأول، ثم هذا الإصدار الثاني لفوي دانفونس، فوي دانيميغري الأولى لفوي دانفونس ولا ميموار بارلونت أو حديث الذاكرة، الذاكرة اللي تحكي على شاب طفل ثم كبر الطفل هذايا وسافر ونلقاوه في مرحلة الهجرة. الهجرة بداية الهجرة. أيوة. من الباخرة إلى ما بعد الباخرة والمغامرات. أيوة. في فرنسا وفي أوروبا. سي يوسف، علاش اخترت أنك باش تحكي على قصة حياتك، على سيرة ذاتية معناها تلمو معبية بالمغامرات، حبيت تخلي هكا حاجة للأجيال اللي من بعد؟ كيفاش جات الفكرة الأولى باش تكتب هكا وتبدا تكتب في الذاكرة نتاعك؟ هي الفكرة جاءت من قديمة ياسر، قديمة ياسر ياسر، أكثر من 30 40 سنة، في قصيدة صغيرة وهو سؤال الذاكرة اش تعرفي على. وبعتلي هي سيرة ذاتية لكنها كأنه إنسان يحكي على شخص، معناها ولكن من خلال الشخص نعرفه أنه هو تتعلق بي أنا بالضبط. فعلا هي باش يخلي انسان حاجه للي يحب يعرفه، ربما الاحفاد الاحفاد اذا نهار من النهارات يحبوا يتسالوا منين جاوا. فعلا لان وفيها باش للتاريخ، معناها حتى برشا حاجات برشا ناس تمشي لو كان ما نكتبوهاش ما ندونوهاش ما نحطوهاش مستحيل تمشي تندثر. تمام. بديت بالطفوله وصلنا لفتره المراهقه. المراهقه. وحبيت تغوص برشا في هذه، حبيت تغوص في الهجره. من خلال الرحله هذه تطرقت لابواب اخرى زادة كيف كيف حكينا قبيله شويه، معناها تحس فما برشا تشويق. ما محكيت على روحك، نعرفوا اللي يكتب على روحه ديما ياخذ الكوتي الباهيه الحلوه اللي توجع، لكن انت حتى وقت اللي باش تعطي روحك معناها الكلات كيما نقولوا احنا ما بين قوسين العصا ما ترحمش روحك، معناها حكينا شويه على الاحداث. هي روايه هو ثم هي الفرنسويه لا تروزيام بيرسون دو سينغولييه، معناها إيل نحكيو على شخص. إذا أنا باش نحكي على الأشخاص الآخرين وربما نقول عيوب فيهم ولا الامتيازات اللي هو نفس الشخص، حتى هو إذا بشكل العصا وإذا غلط ولا بيم سامحني في الكلمة نقول بيم صدق بيها عليه كذا 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 ما نرحموش. علاش؟ ما ثماش مجاملة، مانيش باش نجامل بطل الرواية وربما ندخل في العباد الآخرين، لا الناس كلها سواسية كيف كيف، كيما البطل القصة ولا والاخرين. زعما وقتها كنت باش تعطي تكتب على روحك نفس الكلام؟ لا أبدا. أكيد أبدا. مش كيما نظرة تو؟ لا مش كيما نظرة وقتها. هذايا نشوفوا الكتاب، نشوفوا فيه ديجا زوز كتب ديجا إصدار الأول والثاني. فعلا أعطينا فكرة تراها شوية على الأحداث يوسف، شوقتنا شوية قبيلة، حكينا شوية على الأبواب اللي طرقت لها زادة من خلال بالنسبة هذايا الأرتيكل زادة هذايا الأرتيكل مشكورة جريدة لوطون والزميل الأخ حاتم بوريال كتب ارتيكل البارح يروي فيه الكتاب ولخص فيه. صحيح هو اعطاه قيمه سوسيولوجيه وقال حتى فيها فلسفيه، لكن انا بكل تواضع لاني سوسيولوج ولاني فيلسوف ولاني كاتب تماما، علاش نفضل حاجه نابعه من الذات، حاجه نابعه من داخل، لانه فيه تطرق لنوع من فيه مثل الكتاب الثاني فيه الى جانب البطل تاع القصر نتطرق نفتح ساعة ابواب نافذات باش نتطرقوا فيها للهجره تاع سكون ابل لا بروميير جينيراسيون ولا دوزيام جينيراسيون ديبوك. على فكره اني في فرنسا من عام 70 اي انا مش شوي وسبقتني جينيراسيون الاولى، انا نسمى الجينيراسيون الثانيه. تطرقت اللي شاهدته في الفتره هذيك بالنسبه للمهاجرين تاع الفتره هذيك، فيهم الباهي فيهم الخايب فيهم السلوك فيهم برشا حاجات هي موجوده في الكتاب، انا مش واحد باش يطرحها. هي فيها فاريونت ديميغري اصناف المهاجرين. مثال ثم صنف اللي برشا توانسه ما يعرفوهش ويجهلوه تماما، هو وقت نقول المهاجرين في الفتره هذيك كانت المهاجرات. أي. في سنة 65 مثلا بدأت أول أفواج
البنات التونسيات اللي كانت تهاجر باتفاقيات دولية بين مثلا بين ألمانيا وتونس. واحدة ساعدها حاجتها باليد العاملة باش تشغلها هذيك، وتونس حاجتها بالموارد المادية معنا، وبتتبعث اليد العاملة كانت فيها مورد العملة وغيره وتحسين ظروف العائلات والعيش العائلات في تونس. وقتها كانوا فيها برشا مهاجرات؟ برشا مشاو وماذا بيقرأوا في الكتاب، خطر فيه جوانب سلبية وجوانب باهية. في الفترة هذيك كانت مغامرة، مشاو عدد كبير ياسر، حتى على ذكر مرة سألت وزارة كتاب دولة الهجرة وتعطيني الأرقام، مع الأسف ما يعرفوش أرقام، لا ما عرفوها الجملة الفترة هذيك. الفترة وكأنها تمسحت من تاريخ تونس، وحتى أخيرا معناها مازال موجودين في وقاع يصير دوكولوك في ألمانيا، وحضروا فيه بعض مازال بعض المهاجرات اللي عاشت في ألمانيا وتزوجت غاديك، وقاع منتدى صغير على الهجرة هذه. إذا التونسي مش معناها أدمغة كبيرة غاديك، ثم أدمغة صحيح كبيرة وأسماء كبيرة كي ترجع تقول لك أنا راني دوريجين معناها تونيزيان، دوريجين تونيزيان صحيح، خاطر ديما نقولوا مهاجرين مهاجرين مهاجرين، لكن المهاجرات خاطر مش المهاجرات اللي مشات تزوجت ومشات هاجرت، لا، ثم اللي مشات بذمة الهجرة عن طريق ديوان لوفيس ناسيونال دي ميغراسيون، ديوان تونس الناسيونال أي قومي للهجرة، وبتسقط البابور وكل وصلهم حتى الآن. في الفترة هذيك أوروبا حاجتها باليد العاملة، واليوم ما عادش حاجتها باليد العاملة لأن تولت روبوتيزاسيون ولا ماشين، إذا ما عادش حاجتهم بها. واضح. بعد الكتاب هذا يا سي يوسف، بعد ما خرجتوا فما كيفاش وزعتوا في تونس، وزعتوا في فرنسا، عملية التوزيع كيفاش كانت، الإقبال كيفاش كان، ردود الفعل كيفاش كانت؟ باش نشكر روحي. اعطينا، لا لا لا، احنا اكيد انا ثقه فيك، اعطينا صحيح انا شو كيفاش كان. بالنسبه للكتاب الاول اللي شفناه في دافونس حسب ليديتور اللي هو قال لي انه الفيدباك يقول لي خرق العاده، المبيعات ماشي. وبالنسبه للكتاب الثاني اللي تو في الترويج نتاعو، في مرحله الترويج الحمد لله ما يمشي شويه، لكن تون هو من الحصه هذه ربما أكيد. يزيد اكيد انه باش ربما اللي مغروم بالقراءه ماذا بينا احنا الناس تتشجع وتقرا، لان ثم فقر كبير أي. والكتاب مهجور شويه ان شاء الله ان شاء الله. في فرنسا قلت لي زاد كيف في فرنسا توزيع وتم توزيع، ثم شركه معنا ايديتور فرنساوي يتعامل مع الايديتور التونسي ويقع توزيعه في فرنسا، معنا في توزيع يوسف بعد الكتاب هذا قلت لي فما باب نتاع كتاب اخر ان شاء الله قاعد تحضر فيه. هو كامل، هي نوع من الثلاثيه، لان من الطفوله الى الشباب الى الفتره الاخيره ان شاء الله. ان شاء الله برد ما تشرفوا نجي نحكي عليه السنه القادمه. اكيد مرحبا بك، مرحبا وجودك على عيني والراس، واكيد انه تجربتك باش تعلموا منها برشا، سواء حتى مش مهاجرين، حتى في تونس المهاجرين اللي ناويين باش يهاجروا، فهمت معناها؟ ماهيش علاش بكري وقتي قلت لي كاتب ولا واحد، هي الكتابه ماهيش اختصاص معناها انسان ينجم يكتب، وعلاش لا؟ مثال كل انسان ينجم يكتب سواء عن طريق معناها السيره الذاتيه مباشره، او عن طريق روايه وقصه فيها بطل اللي هي بعد اللي ترمز وتربط مباشره بالشخص اللي كاتب معناها الكتاب هذا. اكيد. سي يوسف نورتنا، مرحبا بك. عايشك مرحبا بارك الله. مرحبا وسعيده جدا اني كنت حاضر معك اليوم، وان شاء الله المره الجايه تكون حاضر معنا بكتاب جديد ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك، يعيشك. بارك الله. يعيشك. بعد قليل باش نواصلوا.